قوي. كل دول كانوا بيوصلوك، انت عملت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربية بسرينة. انت تهمتك ايه؟ سياسة؟ قلت لك ولا حاجة. أنا ممكن بعد ثانية واحدة أكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الأشكيف؟ لا، أنا هندق للشويش وأقول له افتح وخرجني، هيخرجني. الدور الباقي عليك انت، ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طالع افراد بعد 22 سنة، عارف، بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا، ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام، مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى، هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونات كمني. انا اسمي حنفي القباها. طلباتك؟ خيري ورشاد وبدوي، العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك، أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره، وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم، بالاذن. اذنك معايا. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا، اسعدت الباشا يا باشا، اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام، الكلام اخده عطى برضه. طلباتك يا قباها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع، مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ده احنا بندور عليهم، ما تقلقش، هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي، وده اللي خلانا اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ ساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي.
وحيدي. عربية زي ما انت شايف. بتاعتك. امال سرقها؟ انا تنفع تتسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي. مش ندمان. اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أتبع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قولي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي. اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه اتحرك، اعمل همك ترابيزه. انت بتمنع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا. الله ايه كده؟ انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عندي معاه، باخد حقي بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضة اللي جاي. فز قوم يلا. ماشي يا باشا. متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا. كده خيب انا كدبت عليك. امال المجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسهلك العمر كله. هدي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمك غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. وانت يا باشا؟ جري قدامي. ربنا يكرمك. فينك يا باشا؟ وكالك ليه؟ ما هتخش معايا؟ اه طبعا. طبعا ازاي؟ ده ناس متزمتين محافظين، ما تشخش على حد غريب. طب تصدق عمتي مربيه بعناها. وبعدين البيت مالوش غير مكان واحد. طيب بسرعه. أوام خلص نفسك. أنا يا باشا. بنت عمتي؟ ازيك يا بنت عمتي؟ أمال فين عمتي؟ أنت خرجت إمتى يا حنفي؟ خرجت إمتى؟ يلا مفيش وقت. إيه؟
هنعمل ايه عندك يا لعين؟ مستني حنفي. حنفي مين؟ حنفي الأبهة. نعم يا روح امك، وحنفي الأبهة بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه ده؟ قول ما هو ايه؟ وزيك وده ايه اللي رجعه في ساعه زي هنا؟ هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بطلي طيب ولم الجسم باي حاجه. قول مين اديك على وشك؟ انت مش بتاعي. لا لا طب تعالى شويه بس يا كمان. يا بوليس يا خالي اهو حرامي حرامي. هنا كده عيب. ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقه. حريقه ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك بتقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. يلا عمتك برضه؟ هو ده وقت تحقيق يا باشا. يلا فيها 50 جلده. مش مستني ان شاء الله. يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ السيد كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي هنا يا باشا. ايه؟ العربية ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك يا ايوب. هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سينجي سينجي بعدين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي حنفي خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حال، دعوات في حال. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه. الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله. خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان لساجو. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. حرام فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغك متكلفه. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحوارين كده على مزاجك. ها عينيا. متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت. ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من انت؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميرها حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟
بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش بقى عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ معرفش، معرفش. محدش اتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه، سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك، سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خايف رشاد يقول لك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلم لهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت فلوس لغايه ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان لبنية في عيني. هي باصت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. عقبال كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك، اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي، امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين تلاتة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد. أنا قايمة أساعد منى في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في، في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضه أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتستنى لك هنا. بقولك يلا. ايه بالراحه. يلا. مساء الخير يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي وما كانش معاك كمان. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قد عشان يجيبوا الحراميه يبيضوهم في بيوتهم. هو على ايه؟ انا اطلع السلم احسن.
مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القبه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القبه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده وننزل على طول. اهلي حماتي. استخيرة تاني. موتى! عارفك كده؟ انا عملت حاجة. قدامي. قدامي. طب قدامي يعملوا لنا شوية شاي خرمان. منى اعملوا شوية سم هاري يشربهم. قدامي. ايه؟ تعالى هنا اهو. خش قدامي. موتى! ماما! خيرية فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقول لك. ادي احنا كتاب. والله زمان. ماما بابا احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خليل. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعيه هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وطي صوتك ليه اسمعنا؟ مع هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك هديه جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبله عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده، نجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفه من ايه يلا؟ وهيشرب شكل بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من يد من اعدامه. بحسبك حنف القبه. نعم؟ حنف القبه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنه. وانتي؟ ها؟ انتي؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. الحلاوه والجمال ده ومتجوزش لغايه دلوقتي. ازاي كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيبه يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها بين إيديا كده وأحطها على شفايفي كده. ساعتها
لوم الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما أكون متضايق ولا تعبان أروح حاطط دماغي على كتفها كده كده أحس إن أنا عيل صغير عيل صغير وعايز أنام أنام. عارفة كانت هي بتعمل إيه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. تسقيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتنا يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحيتها خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياة بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبلة عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. الاجر ايه يا جماعة؟ ولا ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. مش التين ده يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف. ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت. اوديها لك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي قدامي. طيب انا تقولي في 60 ده يا عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز الحق. الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملها ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على رأي المثل. عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي اوي. انا عارفه الغلطة غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقة واللي كسر يسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزة دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجة. بس حاجة تاني؟ الحاجة اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حرق النار في جبتيته ما تسيبلوش حاجة. عيشة تقرف وحاجة تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبية دي. طيبة بنت موسى. اللي في دماغها في دماغها. مصممة على الطلاق. مخها ده مرطوشة قديمة يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون يلا. هي مسألة عند. طب أنا مش هطلق وأعلى ما بغيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في أواضي ومشاكل ودوشة ما أنتش قدها. اسمع أنا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها؟ شايفة؟ وتقولي لي بتحبك. بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص. ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضهم؟ ايه بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. عيشه بقت تعصر عمر يا شيخه.
يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال ايه خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. هز امي نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه يا باشا، متقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعوني مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودره على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلاه البيت نوسه جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقلب سجاره باشا كده يجيبك ثواب. سجاره باشا. هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له كفيل الكفيل. لا مؤاخذة باشا، أنا عايز أكلمك في موضوع مهم. اتكلم. أنت مزعل مدام ليه؟ أنا اللي مزعلها؟ ولا هي اللي مزعلاني؟ دي بان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللابة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ واد خالد ورشاد وراه لسه بتشرب خل. انا يا ارميه معلمي بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايب، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا طابر. اسم الله عليك. Oh.
اطلب نفسك يا ضابط. تعيش وتفتكر يا ضابط. ما تجمد امار. ما تفوقني يا روح امك. بتوجع؟ كلكم عليها يا ولاد الكلب. ايوه خيري، انا حنفي القبان. مسيرة حي تلاقي يا خيري. ضو عمرت اخويا فين؟ الحفظ والصون يا قباها. ازيك يا رشاد؟ بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس يا خايف. هلا بيك. ايه ده؟ وريني. طب ايه الحاجات دي؟ يلا ما انتش حكايه. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوه دلوقتي يا سيدي احمد. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شويه. ها اسمع، خدهم واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خالد. سيب انا العيال الصيع دي والحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ليه يا باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة ارواح يا باشا. شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلاقي مع اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلب الكسبان. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البنت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف عشان جبان.
اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي حولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك؟ قلت ايه يا عبله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك شريف هيتاخر اكتر من كده؟ اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى مالهاش ذنب. انا مجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف قتل مرموزه. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف رد عليا؟ قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع لعباد الله زي عواده. روح هاتي لي كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا مش انت. شريف موسى 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 اللي بيجرى ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربية. ما هي مجاربكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع انت، انت مالكش دعوة بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا غيرهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزها تخرج وتسيب جوزها في حالة زي دي؟ عبلة بنتي ملهاش أي علاقة بيه. أنا كنت جاي هنا أطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وأنت كنت تقدروا تحصل على ضفر واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا وتشتروا؟ أنت بتمد إيدك عليا يا ولد؟ آه. وافتح دماغي كده. يلا يا خيرية. موسى. يلا. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جننت. ماما 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 ماما. قولي ما عدتوش هنا تاني ولو شفتكم هقطع رقابيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا ما قلتهاش. حاضر حاضر. يلا اطلع فين؟ ترازع هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة. فوقي ماما ماما. حبك كده. يلا يا عبلة. فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ موسى يا موسى موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشت 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش. لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها؟ السلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الجرة. ها؟ ازيك يا بابا جمعه؟ سي حمد. يا مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. منى منى. شريف اسمع عبد الله على السلامة. ارتاح ارتاح.
انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبله برضه ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. احمد فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما هو اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش. انت يا ده لقيه فين يا الحقوني. انت يا ده دلوقتي بيمر احمد وضوع هيروح في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت هعملها معاه وهيروح يلغيهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه؟ هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وكمان اهلك انت حاجة ده وصيبة انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت، انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ احمد باخ، انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت فاهم المصيبه. لقيتك سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه، كل شيء باوان. امتى؟ لا بقى، اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي لا؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين بعد ما اخد الدش المتين. اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصلي في موضوع خاص بيني وبينها. مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انا دور. ايوه كده، من الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ طب والله اخرج لكم بالبوص، مش هم التجنود في البيت. طب يلا يلا. يا منى 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 مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. بجوز قصة الهوا قافل الباب، اتفضلوا. التليفون عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء. العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في
بني سويف، طرة، أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده هناك. أنا أصلي بقى إيه، مش بزور الحتت دي، أنا أعتبر مقيم هناك. إيه ده؟ لا مؤاخذة تبانة معلش. مظبوط يا باشا. مظبوط. مظبوط يا ولد. إيه؟ مظبوط. وبعدين بقى يا منى، منى، منى. طب ما هو البواب؟ مبلمه كده ليه؟ اتحركني. ها واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص محدش غير دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف للشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوات. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. اعمل معروف سيبك حالك. ارحمها وارحمنا. باين عليه مجنون يا حبيبي. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان موت. ايه اثبت، ما هو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه ثانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستي مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حلف القبها ساعتك. اه وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه. قدموه. ايوه فضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، ارجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. صل على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. ما تهمل بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا يا باشا. يلا عبد الله. على السلامة يا احمد. ضاع فين؟ الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا دماغي؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. سبع البرومبا. انت جرالك ايه يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ Thank you.
الورد. المحروس جوزك بيلعبني، جايب معاه اتنين غفر، فاكر ان هما هيحموه وهيحموكي، بس طلع مخبي. عشان استنى بره انت وهو عشان دول. تعالي هنا تعالي. ابعد عني ابنك. ازيك يابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل ميعادك، يعني حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضه يابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقى صعب عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعاديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا رقبتي سداده يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فين يا احمد؟ الامانه اللي استأمنتك عليها. نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده، ما لهاش اي ذنب غير انها مراتي. هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ما لهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش. انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنه. قالوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا. عقلوا. يا ايه الحكايه يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى تطلعها بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بيه ورموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هقدر امسوها. هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يا ابو الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، ده نصيبكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعر من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وابدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس. سيبني يابا. سيبني. مش هتخرج وراها الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان.
يا باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي، لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست، اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت، فشلت في شغلي وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ حتى كده تبقى ضعيف، والضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا، هنوصل لهم ان شاء الله، هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها طيب، كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عرفك من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا، صدقك. يلا روح هات مراتك. بس بقول لك حنفي عنده حق، عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح، مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدم عليها لايه ما تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلوة الشكايات، ها؟ اوعى يكون حد شاف عليك، أنا مش عايز إحراج. ايه ده يا حبيبي؟ ده عشرة، عشرة مية، مش دي قلة برضه؟ قلة؟ أنت عارف دي تمنها كام؟ إيه كام؟ بريزة كبيرة بكتير، مش قلة. بريزة كبيرة؟ دي فازة سافر من القرن ال 18، تمنها أكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا إيه اللي أنت عملته ده يا مجنون؟ القلة دي 90,000 جنيه؟ ده إحنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد المقاس؟ يلا ما تبحرقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لا، بلاش بالله دي. انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، امال الهم دي؟ طبعا يا زنوكو. يلا وراها مستني. طب تترزي هنا، ما تتحركش لما اجي لك. ماشي يا باشا.
ازيك يا صغير؟ صغير ايه؟ مش تجننه يا صغير؟ ازاي حضرتك غلط؟ انا ما اسميش صغير. بس تجننه برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم بوفيكم جاهز بعد نص ساعه. في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه، كل شيء من الهدوء. ايه يا ابن حبيبي؟ انت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح نفسك. اه. يلا امشي، انا اتجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. خيريه اللي عايش في امريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لسته كده؟ اللي مشيته كده يوديك لين ده اللي ساعدنا. ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباه. نعم حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعهد. متعهد؟ متعهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوك سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليك حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انت حق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيه أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. بلاش وزون. وزون اتخرم. قال لي يا ابن خالتي مرة اتخرم من الوزون كنا صغارين. فكدر بقى عيني، كانت امه بقى مربيه وزون فوق السطوح. خرم هو الوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الوزون مخروم. قال له علقه. يا عبلة انا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب ألف مرة من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت. معيشني بدحين، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا أستاذ، حرمني من أبسط شيء وأهم شيء تتمناه أي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وأنا قلت لك ما تخلفيش. وأخلف إزاي؟ بالمراسلة. عبلة. يا بقول لكم كده. على العموم أنا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثة براحتكم. يا أمي بتاع الأذون أنت. تعرف الاسلوب. موسى! ايه ده؟ يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول، انت تالت وهنا. اعلى موسى، اعلى وما تهورش، اعلى ما تبقاش المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوا حتت. ما تقتلنيش يا موسى! ارجوك طلعني. كده؟ طب يا بنت موسى، وادي اللي اقول لك. نرقص نرقص طقه، كله يشيل الكرسي بقه.
شريف معاك دعاء؟ ها لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وينطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر إن ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكره هكلف بيها ضابط تاني، ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. حنفي هرب. قتل ضوع يابا، لو مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها. ابو سيدك يابا، قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها. حنفي الحق اخوك يا ابني، هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني وهكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك.
ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه. قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاعه. ايه؟ هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه. في قانون. والقانون انا اللي بمثله هنا. القانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. أهلاً يا أحمد، اركب. بقولك دوها فين؟ اوعى يفلت من هناكوا. وصلوا. هشوف دوعة الأول. هتشوف لما تحصلها. أنا معاك، ما تخافش. الأحسن تروح تصير يا أحمد، أنتوا سهرتوا جنبه طول الليل، وأنا هتصل بيكم أطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك. وعلى
اعدي على مديريه الامن اقدم استقالتي. عايز تسهيل انت استهيل. انا مش راجع قبل ما اصفي حسابي معاهم. انت مش قدهم. دول قتلوا مرات اخوك. واخوك كمان راقد بين الحياه والموت. اخويا هيعيش يا باشا. ان شاء الله هيعيش. الو. صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ قبل مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عبله عبله قدامك ساعة تجيلي فيها ضهر ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو. ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبله مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطه الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا.
الآن إيه؟ وآخرتها خير؟ آخرتها؟ كل اللي فات قلنا معلش، الجوع والفقر كان شادد علينا، إنما إيه اللي بنيله ده دلوقتي؟ الله، جلال إن شاء الله، أوعى تكون كرفت قلب الواد بدر، متاع على الله. عقل إزاي بس؟ إزاي؟ أنت عارف أنت عامل فينا إيه دلوقتي؟ هيبت الدنيا علينا، دخلتنا عيش التعبين برجلينا، تقدر تقول لك تعمل إيه مع جوزها؟ أوعى تكون عقلك واسع تقتله هو كمان. لا، بلا كلام. أنا هاخد منه شنطة الفلوس وهقول له بألف سلامة أنت والمدام، بس اديني بقى كلمة شرف إنك أنت تسيبنا في حالنا. طبعا لازم هخلص عليه. تبقى كلمتك يا خير. اتصعمت. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. الشين التانيين هنتقاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا، وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة، والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حتة. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتجيبني يا خيري! اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تقتله! ما انا كمان خايف. يلا قتلني! انت حاجة تانية، ما تشبهش نفسك بيه. كنت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاتنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض، بس انا خلاص تعبت. انا بقيت اضعف من بدوي 1000 مره، وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل ثلاثه، انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونقط على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. أنا في القبه. ازيك عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدني عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوه؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاشس ورا البت نعمه. بت مين؟ نعمه الرقاصه. ودي الاقيها فين؟ واد جمعة، ما تخافش يا سحانة، أنا عارف شكلها كويس. فتحت عينك كويس، أنا هخش عطل المية جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف هي راحت فين وتجيني. عينيا يا سحانة. مساء الخير يا فندم. عايز أجدع ترابيزة. لكام نفر يا فندم؟ 10.
هما فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. حنفي يا خيري هجم عليا وانا برقص في المحل وراسه وقلب سيفنا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ بين 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقطرني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالكش رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح رباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجلك اشوف بنتي يا خيريه اهمدي واخت الشيطان مفيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني بشوف انت تخسر فيها فلوس ما تروحش. انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخ طايح واسيبهم يقتلوها. انا مش دعوه جايه معاك. ارجع عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف ايوه انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو.
طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا انا كمان. من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحن تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زوجتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يقوي بينا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه، الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا للشريف حاجه؟ ما تجيبيليش سيره شريف، ما تشاهم. تاخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطة الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشة، انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل كل اللي انت عايزه. اخيرا الله. هاتي دول. حاضر. الحرامي انا مش عارف الجدع ده بيدفع لي منين وانت بتجيلي منين. انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دلعتوا. حاضر. اي حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شويه. أول مرة أحس فيها إنك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ أنتوا لابسين فيا حاجة ليه؟ ما تترزوا بأي حاجة لغاية البيت ما ترجع لكم. أرجوك يا حنا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا ولية يا ولية سيبينا الله يخلي بيتك ده وقته. يا شريف ميتين. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده.
تشاهد عليه. بقول لك اقتله. ما ترمي هذا السلاح. هيا. يا ابن المجنونه، كان ممكن الرصاصه دي تجي فيها تجيب اجلي. ما تخافش يا باشا، انا كنت بطل معايا في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شويه. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجه. امشي نجرب. اسمع، لف انت من هنا وانا هلف قبلك من الناحيه الثانيه، وبقى خد بالك من نفسك، مش كل مره ما الحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا، من هنا. قومي سيبني بقى، قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. انا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. نصيب. وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. اي حد هيكتب غلط عليه مفهوم؟ بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكوا بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه؟ ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكم ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تخبط على الحرامي ده، سرق مني شهادة الفلوس اللي كنت حاطي بيها عقدك. أنت بتقول إيه؟ أنا شفته معايا وأنا عاملة مغمى عليا وهو بياخد الشنطة. شنطة فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطة يا حنفي؟ شنطة إيه يا باشا؟ شنطة الفلوس بتاعت حماية.
خدام بيبقى باشا في الحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اخرج هبقى اقول لك يا باشا.